بالنسبة إذا لنا واحد يشتري لنا الأنشطة وأنا سميتي مروة السالي. السلام عليكم، معكم عائشة بوشيار. حنا شباب من مدينة عين عودة، عندنا هاد الغابة هادي كنستافدو منها وكنتمناو ديما تبقى عامرة وديما تبقى زوينة بحال كل حد، حيت ديما كتكون خاوية في الأيام في وسط السيمانة، مي ما كتكون خايبة. مي دابا في الحد كيعمر السنابل وداكشي، كتكون الغابة زوينة وكيجيو لها الناس والدراري صغار كبار من أي رياضة من أي شباب. شكرا لكم. كتشوفوا بزاف ديال الدراري الصغار فرحانين وناشطين، باش معدات بسيطه وبشويجات بساط. علاش ما يكونش هذا اليوم كل يوم احد نديروه؟ وعلاش ما نوضوش حنا كابناء مدينه عين عوده وكمسؤولين كنقولوا للمسؤولين طلقوا شويه الكراسه، تحركوا شويه المسؤولين اللي هما في غفلاشين عن هذه الغابه. شي الغابه هي المتنفس الوحيد، هي الرئه الوحيده لدى عين عوده، هي المكان الوحيد فين كيترينيو العيالات، كيترينيو الرجال، كيلعبوا الدراري الصغار، فين كيريح بنادم اللي مبليل اللي معصب اللي ما عاد شنو كيجي هنا يترولاكسا. ما نهملوش هذا المتنفس الوحيد اللي عندنا في هذه المدينه زويونه واللي مواليها زويونين، والناس اللي شادين المناصب خايبين هاملينها بزاف وهاملين الدراري الشباب لا خدمه لا ردمه وبزاف ديال الحوايج. ما ندخلوش بزاف المواضيع، هذه الغابه راه هي الوحيده اللي عندنا في هذه المدينه نستغلوها كما كنستافدوا منها من الهواء ديالها وبزاف ديال الحوايج. نعطيوها حنا شويه من الحق ديالها، نقيوها نطفوها نديروا فيها مرافق رياضيه، مرافق الدراري الصغار فين يلعبوا، بزاف ديال الحوايج راه هي اللي عندنا في هذه عين عوده. الله يرحم الوالدين. المهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم هذه الغابه حنا ضربنا عليها تماره بزاف، بمناسبه انا اطلت كنت اطلت في هذه الغابه، اطلت في نادي النجاح الرياضي لالعاب القوى، وحاليا انا هنا في الغابه مع الاخ نبيل والاخ سعيد اللي كنترينيو بالناس هنايا. هاد الغابة يعني ضربنا عليها تمارة، سواء أنا سواء الببليك هنا كاملين ضربنا عليها تمارة، فراه جانا شوية ديال الاحترام، نحترمو بعضياتنا وشوية أننا نحافظو شوية على النظافة ديالنا. ماشي حنا واحد كيجمع بيدو كيجمع الزبل واحد غادي ياكل ويرمي وغادي يمشي، لا، حنا درنا لي بوبيل كاملين درناهم هنا، قطعنا الشجر صايبنا الكراسي صايبنا بزاف د الحوايج، وهادي هي الغابة كيف ما قال الأخ نبيل، هادي هي المتنفس الوحيد ديال مدينة عين عودة. فين كذب عليك الكذاب، الا هاد الغابه تهملت وهاد الغابه يعني تكرفصت، راه هذه هي المتنفس الوحيد ديال عين عوده، هي هذه. بما اننا حنا ضربنا عليها تماره فنحافظوا عليها ونخليوها نقيه، وتبارك الله عليكم كاملين ومرحبا بكم كاملين تجيو للغابه وتبقاو ترينيو. فتوجور الا الاثنين ثلاث الاربع الخميس الجمعه السبت الحد، نهار الحد كيكونوا انشطه هنايا ديال الدراري الصغار. وكنشكركم وكنشكر جميع ليسوسياسيون هنا في مدينه عين عوده، وشكرا لكم كاملين. السلام عليكم اخوان، تحيه للجاليات الرسميه، تحيه لكم، تحيه للمجتمع المدني، بعض جمعيات المجتمع المدني اللي ساهموا معنا، تحيه للمجلس البلدي، تحيه للسلطات المحليه، تحيه للاخوان، تحيه للصفحه الرسميه عين عوده بلا حدود، ان خدات هذه المبادره على العاطفه ديالها، والحمد لله الاخوان ديالنا كانوا جنود مجندين. تحيه للاخ نبيل اللي انا وياه ثلاثه الاسبوع كنخدموا هنا في هذه الغابه، كنديروا حملات ديال النظافه الرياضه للجميع مجانيه، العدد كيقراو عندنا فوق من 200 مره كيدير لنا عندنا يوميا، وواحد الميساج كنوصلوا للناس ديال عين عوده، راه هذا هو المتنفس الوحيد يبقى عندنا في عين عوده. الله يرحم لكم الوالدين، حافظوا عليه، النظافه راه من الايمان، المتنفس راه هو يبقى عندنا في عين عوده، الا ما حافظناش عليه راه ما عندنا فين غنمشيو. الله يجازيكم بخير، هذا راه هو المتنفس، نجيو ليه نخرجوا وليداتنا نبدعوا فيه وحافظوا على النظافه ديالو، وشكرا. انا فحال اليوم متواجد في غابه الفرنه، اللي كانوا هنايا بزاف تاع الاطر التربويه اللي دارت بزاف المجهودات، كنحييها من هذا. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.